وصلنا لفقرة كتير مميزة وهي بنكهة الهمة والإرادة، لأنهم أصحاب الهمم وأصحاب الإرادة والطموح، وفي كل يوم نسمع ونرى إنجاز جديد لهم يرفع اسم وطننا بالعالي. ليكون أحدث هذه الأسماء هي الطالبة هدى هيثم محمد التي حصلت على درجة الماجستير بلغة الإشارة بإشراف الدكتور بلال عرابي والدكتورة إسعاف حمد، السادسة في بقسم الاجتماع وباهتمام رسمي من وزارة التعليم العالي. أكيد رحلة من المثابرة والعمل والدعم النفسي من عائلتها وأكيد من طفليها وكادر الهيئة التدريسية كافة ليكونوا دافع كبير لتحقق هذا الإنجاز. تجتاز أي صعوبة لنحكي أكثر عن هذا الإنجاز. بصرنا نرحب بالطالبة هدى هيثم محمد، أهلا وسهلا فيكي، وأكيد المدرسة والأستاذة والآنسة فرح التل مترجمة لغة الإشارة. صباح الخير. أهلا فيكي. صباح النور. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. يعني نحن فرحانين فيك كتير، وأكيد بدنا نبارك لك اليوم بحصولك على درجة الماجستير. حبينا نعرف أكثر اليوم عنوان الرسالة والفكرة يلي كانت قائمة عليها. أنا فكرة رسالتي هي دعم الأطفال الصم، لأنه مرحلة الطفولة هي مرحلة أساسية، ممكن انعكاساتها كتير تشكل خطر على الأطفال، تشكل خطر على تطورهم، على السلوكيات، وممكن تظهر سلوكيات غير مرغوبة بمرحلة الطفولة. فمن شان هيك الصم وضعاف السمع يفترض أنه يتم يعني معرفة مشكلاتهم، هذا الشيء بينتج عنه وعي للأشخاص مشان يعرفوا يشتغلوا معهم، وهذا الشيء كمان كثير مهم بالكشف المبكر عن هي المشكلات كرمال نقدر نتعامل معهم. الدعم الأسري كثير مهم من شان هيك كانت الفكرة. يعني بدنا نحييكي على هيدي القوة اللي عم تكوني فيها. أنت نموذج هلا موجودة عنا، نموذج صحيح. لكل حدا يتخطى أي إعاقة، لأنه هي الإعاقة مانا عائق، خلينا نقول، لنقدر نحن نكفي حياتنا. دعم كتير كبير كان من أطفالك، من زوجك، وأيضا من الكادر. شو شعورك وأنت متواجدة هون لتوجهي رسالة لكل العالم اللي عم يحضروكي، وخاصة الأشخاص يلي أكيد عم يشوفونا هلا؟ تماما. هلا انا اول شيء بدي نوه على موضوع الدعم الاسري. الدعم الاسري كثير مهم. مثلا انا امي وابي كثير دعموني من وقت ما كنت صغيره لحد الان. كل الانسات طبعا كانوا يدعموني كثير، حتى وقت تزوجت كان في زوجي صالح، هو كثير كمان كان يدعمني، شاف فيني قدره. كما أنا تزوجت قبل البكالوريا وبعد جامعة بعد ماجستير، وظليت عم باخذ هذا الدعم والتشجيع. أولادي الموضوع فيه تعب، فأنا بقول إنه كثير تعبت، كثير ضعفت، في أيام حتى انخذلت فيها، بس كانوا كثير يدعموني. حتى زوجي كثير كان يدعمني لدرجة إنه كان يعتني بالأولاد، وإني أنا طبعا بقول شكرا كثير لزوجي ولماما ولبابا برسالة الماجستير تبعي. شكرا للمترجمين فرح مترجمة لغة إشارة. الدكاترة بالجامعة كانوا كل رفقاتي كانوا سامعين، أنا لحالي كنت صم. كانوا بحال مثلا ما اجت فرح كانوا يتواصلوا معي عن طريق الكتابة، فهذا الدعم اللي أنا أخذته. على فكرة كمان كانوا الدكاترة يفكروني إني حدا سامع، فإنه وقت يحكوا معي يتفاجئوا إنه أنا صم، يقولوا أول مرة صم وبالماجستير، باين إنه سامعة وإنه عم تقري لغة شفايف. ف تماما. وحتى الدكاترة إنه أول مرة بيتعاملوا مع صم، فأنا كنت كثير أتشكرهم. كان في معي مترجمة لغة إشارة الدكتور بلال المشرف،
كان كثير كمان يساعدني يدعم يتواصل معي الكتابة، وحتى لدرجة انه حب لغة الإشارة وصار بده يتعلم. انا علمته شوي فانه صار يتواصل ويفهم علي تمام. انا مبسوطة كثير بهذا الشيء. اولادي بيترجموا لغة إشارة، اولادي سامعين بيترجموا لغة إشارة كمان. يعني هدى مو بس انت فرحانة، نحن عن جد كثير فخورين فيكي، وانت اكيد كنتي متميزة بسنوات الدراسة وبشهادة اساتذتك. حابين يعني اكيد نسترجع معك لحظات المناقشة يلي كانت ونتابعها بالمادة التالية. عندها إرادة قوية، عندها عزيمة قوية. كان مشوار صعب يعني ما بخفي عليكم نهائيا، لكن بالتصميم بالإرادة ومتابعة الأهل ومتابعة الإدارات المدرسية كانت هدى مرأة فيها له دور كبير بحياتنا، والحمد لله شجعناها وتابعت عدة دورات هدى، يعني غير الدراسة كان تابع دورات متعددة، وكانت مثابرة وكان عندها أمل أنها تنال حتى الدكتوراه حاطة ببالها إن شاء الله. كانت هدى من صغرة يعني عندها طموح للمستقبل وللحياة بشكل عام، يعني هي عندها الطموح، احنا ساعدناها كان يد المساعدة لها، وهي بحد ذاتها سامعني كانت تتضايق واحد يساعدها كأنها معاقة. لازم يعامل الإنسان أو أي شخص كأنها طبيعية، وهالشي أعطاها دفع للأمام. ومساعدة الأهل إلها حسنة تتوصل للجامعة، وطموحها الأكبر من الجامعة حسنت إنه تفوت على الماجستير. هدى طالبتنا العزيزة واللي متميزة من بين الطلاب الصم، أول شيء ببارك لها وبهنيها وبهني مجتمعنا فيها وبأمثالها، فالله يوفقها، هي من الطلاب المميزين. نحن اعتبرناها يعني جزء من الطلاب، وكل الأساتذة اهتموا فيها لأنه فعلا أول طالبة بتحصل على رسالة الماجستير، وهي يعني منصب علمي كبير اعتبرناه، لأنه يعني بظروفها وبوضعها وبعدم وجود يعني إمكانيات كثيرة لمساعدتها كان يعني جهد كبير منها. الطالبة متفوقة حتى بسنوات الدراسة العادية، وثم قامت بهذا البحث اللي هو يعني معرفة بصعوبات ومشكلات الصم. هدى تعلمنا نحن منها العزيمة، الأمل، التفاؤل، الأسرار. صدقيني ولا للحظة حسينا أنه هي عندها نقص بحاسة ما، يعني منها كنا نستمد الأمل والعزيمة مثل ما قلت لك، وتستحق يعني الدرجة اللي أخذتها بجدارة يعني. وموضوع جدا مهم لأنه بيجسد ربط الجامعة بالمجتمع، عم يتطرق لشريحة جدا مهمة بالمجتمع وهي موجودة بيناتنا، شريحة الأطفال اللي بيعانوا من إعاقة سمعية، وضرورة اهتمام الجهات المعنية بهذه الشريحة ودمجهم بالمجتمع حتى ما يشعروا أنه هن في اختلاف سلبي. نرمين، كمية من الدعم من القوة قديش حلو دكاترة هدى بالجامعة عم يقولوا انه هنين عم يتعلموا او تعلموا منا الارادة والعزيمة. وهون منوقف عند نقطة، هذا دليل انه الاعاقة ما بتوقف، ولكن بالعكس في اشخاص بيبدعوا بيقدموا اقصى ما عندهم من 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 جواتهم. يعني صحيح، يعني قدامنا هدى هي نموذج للتفوق
تفوق يعني حصلت على درجة الماجستير بدرجة 96 وتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. يعني مرة ثانية عن جد نحن كثير فخورين فيها. وبدي أكيد أسألها اليوم لهدى، كثير يمكن لحظات من الصعوبة، لحظات من الضعف من مرفية، وأيضا في لحظات من القوة، وخصوصا لما نحكي نحن عن البحث العلمي في تقنيات معينة. خلينا نحكي اليوم هيك عن محطات هي بتستذكرها وأكيد هيك بتتذكرها ببسمة. بمرحلة الماجستير الموضوع ما كان سهل أبدا، كان صعب. أنا كأول حدا أصم أنه ممكن يكون بمرحلة الماجستير أنا لحالي أصم، رفقاتي كلهم سامعين. اشتغلت كثير، بحثت كثير، ومن زمان حتى دراستي كانت صعبة، المراجع اللي كنت أبحث فيها كمان كانت صعبة، الأدوات، الاستبيانات، في صعوبة بالموضوع، ما أنا سهل، بس حاولت، صبرت كثير كثير. طبعا برد بقول ماما وبابا وزوجي كثير وقفوا معي وكثير صبروا معي. اخر شيء وصلت الحمد لله، ووصلت لحتى يعرفوا انه الصم بيقدروا. حتى بدي كمل للدكتوره ان شاء الله وادعم الاشخاص اللي اكيد بدنا نوجه تحيه لوالدتها، لوالدها، لكل مين دعمها. تمام. وايضا بدنا نقول انه هدى نالت درجه الماجستير فوق 90%، وهذا 96% يعني هذا يعتبر نرمين طلاب ممتاز، اكثر من ممتاز. يمكن سالي الطلاب العاديين ما بيقدروا بيجيبوا هي النتيجه العاليه اللي عم بتكون. شعور رفقاتك كيف كان التفاعل؟ رفقاتك كانوا مبسوطين؟ مبسوطين، كلهم كانوا مبسوطين. حتى أنا ورفقاتي بالسنين اللي قبل كنا نمشي نفوت على المدرج السادس نشوف مناقشات رسالات الماجستير للأشخاص السامعين، نشوفهم كيف عم يناقشوا. كنت طبعاً رفقاتي كانوا يأخذوني، كنت كتير فكر إنه معقول أنا بيوم من الأيام أو السنين الجاية أقدر أكون بهذا المكان. كان قلبي كتير يدق مجرد الفكرة إنه ولا مرة في حدا أصلا ممكن يكون بهذا المكان، ليش لا؟ فلازم حاول، لازم إنه نكون أوايا، نحن الصم نكون أوايا لحتى نوصل. تعب الموضوع كله، تعب كله، يعني مو سهل موضوع الإعاقة السمعية. بس لقيت إنه لا خلص لازم نكون مثلنا مثل الأشخاص السامعين، بالأخير وصلت. أكيد وصلتي. يمكن ويمكن الطريق ما بيوقف هون، مثل ما قلتي أنت حتكوني يمكن ماشية بطريقك نحو الدكتورة. لكل الأشخاص اليوم يلي عم بيسمعوكي، لكل الأشخاص اللي عم يقولوا أنا ما فيني، لكل الأشخاص اللي عم يقولوا ظروفي صعبة، شو بتقولي؟ بالنسبة للأشخاص اللي عندهم إعاقات بشكل عام، ما لا يعني هن في ضعف حيكون، معلش لازم يحاولوا، لازم حتى يدعموا حالهم، لازم يعني الشعور هذا عادي فيه إجباري، فلازم يدعموا حالهم كرمال يوصلوا لهدفهم. تماماً. وأنا اندعمت، لازم الأشخاص اللي معهم يندعموا. الأشخاص الصم، حتى الصم بشكل عام، في قوة، في صوت لازم يوصل إجباري. نعم. خلينا نتوجه هيك بسؤال لهدى، ونقلها لهدى، هل واجهتي خلال أيام دراستك بين رفقاتك شوية صعوبات، ولا كانوا مثل أهلك، كانوا مثل زوجك ومثل أطفالك، كان في دعم؟ رفقاتي السامعين كانوا يحبوني، حتى لا كانوا يساعدوني، يعني يشوفوني اني حدا ذكي، وكلهم يجوا يقعدوا معي يكتبوا لي ويحبوا لغه الاشاره، اهم شيء يحبوا لغه الاشاره ويحاولوا يتعلموا. صاروا حتى يتعلموا احرف الاشاره، في رفيقتي براءه
كثير حبيت لغة الإشارة أكثر، حدا صارت تدعمني تروح معي حتى لترجم، فأنا كثير فخورة فيها. وفي كمان باقي رفقاتي لا كثير، وكله يحب لغة الإشارة، مو إنه يبعدوا هيك، لا أبدا، الموضوع كثير كان حلو، نحن حبيناها الإشارة. أهلا وسهلا هدى، خلينا نحكي اليوم شو مخططة للمستقبل. أكيد يمكن رسالة الدكتورة إن شاء الله رح تكوني ماشية فيها وحتاخديها أكيد مع مرتبة الشرف إن شاء الله، ولكن دائما هيك على الصعيد الشخصي ومن تجاربنا دائما بيكون عندنا طموح، لوين بتحبي توصلي أو شو طموحك، شو بتخططي للمستقبل؟ أنا هدفي كوني أنا صماء، هدفي طبعا للدكتوراه، وحتى هدف الدكتوراه هو دعم الاطفال الصم. بامكاني اتواصل مع الصم، بامكاني مشكلاتهم الاجتماعيه السلوكيه، ما انا صماء مثلي مثلهم، نفس اللغه، حقدر ادعمهم، حقدر حل هي المشاكل. يمكن الاشخاص السامعين اذا كانوا بهذا المكان ما يقدروا الاطفال الصم يفهموا عليهم كرمال اللغه، ما انا نفس التفكير وبامكاني ادعمهم. أكيد عن كمية الإرادة، عن كمية العطاء يلي بقلبها لهدى تجاه تجربة هي مرت فيها يعني بسبب ظروفها كانت، ولكن هي حبت توصل رسالة لكل حدا مثلها لتقول له أني أنا نموذج قدامك، قدرت أني حقق يلي بدي إياه. بهذا السؤال بدنا نقلها أنه نحن نتعلم القوة منها ومن وجودها، بدنا نتشكر وجودها معنا، وايضا كل الشكر لك انسه فرح انك تعبتي كمان معنا. يعني بدنا نتمنى لك توصلي لطموحك وبالاكثر، يعني شو ما بدك ان شاء الله يا رب. شكرا لكم. اكيد هدى بتحبي تقولي كلمه اخيره قبل ما نختم معك؟ تماما، بحب اقول انه لازم، طبعا انا كثير بحب انتشار لغه الاشاره بالجامعات، يكون في بالجمعيات المختلفه يكون في انتشار لغه الاشاره، العالم يتعلم، مشان اصلا اذا راح الدكتور راح امكنه مختلفه يكونوا العالم عم يفهموا عليه هنيك بالمحاكم. الموضوع امانه كرمال يوصل لمختلف الشرق. الأم والأب لازم يتعلموا إشارة إذا كان عندهم ولد أصم، فمراكز مختلفة تشاركية ما بين الصم والسامعين. هذا الشيء اللي انا اخر شيء حابه، يعني انا رح احاول اقول لها هيك شيء بلغه الاشاره، غششتيني فيه انت تحت الهواء الى لهدى. نحن اكيد نحن مبسوطين فيك كثير. زبطت معي؟ لا زبطت تمام. بدنا نشكرك كثير هيثم، هدى هيثم محمد، وانت اول طالبه ماجستير بتناقش بلغه الاشاره، وبدنا نشكر اكيد يلي كانت معنا المترجمه فرح التل، وحضرتك مترجمه لغه الاشاره. شكرا كثير لكم وكل التميز. شكرا لك.